السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة أم جانو لؤي مرحبا بكم فيديو اليوم راح يكون روتين صيامي في دارنا درت فطوري أنا وأختي حتى أختي كانت سايمة يعني وجدت الفطور راح نشارك معكم واش حضرت أول حاجة بديت بها هي خبز الدار اللي كنت خليته وجدته خليته يخمر راح نشارك معكم في فيديو مفصل راح نذكر معكم المقادير بسرعة عندي زوج كيسان حليب دافي ملعقه سكر ملعقه خميره زوج بيضات خدمتهم مليح بالباطير ضفت لهم اربع كيسان فارينه واربع كاس زيت وزدت خدمتهم مليح غير بالمغرف غير بيدك يعني ولا اذا عندك باتر وتخليهم يخمروا هنا جبت راح نديرهم في هذا المول زوجه دهنتو بالزبده وخليت العجينه تاعي تخمر هنا كنت وجدت البطاطا تاع البوراك دي درت معها كميه من الجبن والعظام رابيتهم او فرماج قلت لكم الجبن والدبشه فلفل اسود وملح نقصت شويه من الكونتيتي تاع البطاطا درتها كريات حشيتها بالجبن وحنديرها في الشوفان باش نقليهم وهنا حضرت السلطه تاعي ماسيدوان عادي هنا الشوربه كانت وجدت هذه الملوخيه ما تبانش باسكو لا فابور هذا البيض درت له كميه من نسكافي باش ندهن وجه الخبز تاعي بعد ما تخمر مليح الله الله طلع راح ندير زوج خبزات خبزه الاولى باش حبيت نديرهم في هذا المول يجوني مدورين الخبزه الاولى انا حندير لها غير العظام اونيسكافي كافي ندير لها لا سينوج لا جنجلانيه باسكو اختي ما تاكلهمش عندها حساسيه منهم احنا رجعت للماسيدوان تاعي روست طيبته مع جلبانه عادي جدا طيبته حمرته شوي في الزبده وبعد بعد درت له كميه من الماء ومن بعد فورتو درت معاه الجلبانه ودرت له مايونيز خدمته في الدار نشاركو ايضا معكم في فيديو مفصل لو كان دير كامل الوصفات في هذا الفيديو راح يجي طويل بزاف سلطه عادي كنت نظفتها وهنا جزر مربي راح نزين تزيين بسيط فقط الخبز تاعي راكو تشوفوا العجينه تاعي تجي سايله خليتها تعاود تخمر للمره الثانيه باش ندهنها بالبيض والنسكافي اللي كنت خلطتهم هنا درت شويه من الطماطم هنا الشوربه تاعي خليتها تزيد تعقد حليت عليها لاكوكوت كان اللحم طاب ونخليها تعقد غير شويه نطفي عليها ضفت لها هنا كميه من النعناع اليابس رجعت للبوراك تاعي قلت لكم باش نحشيه ونحطو ابار باش من بعد كي يقدم وقت الاذان غير نقليه السلطه راهي واجده حطيتها ابار حتى هي نجمو يعني في الحشوه هذه تاع البطاطا تضيفوا لحم مفروم دجاج كيما تحبون انا اكتفيت بالبطاطا والبيض والدبشه والجبن تبلتها بكميه من الكمون الاخضر وملح وفلفل اسود وربي ورحمتو قلت لكم قسمت نصف الكميه تاع البطاطا درتها كريات باش نقليها حتى هي نديرها في البيض ومن بعد نديرها في الشوفان هنا الخبز تاعي كان خمر درت له كميه من البيض والنسكافي كيما قلت لكم الخبزه الاولى راح نديرها غير هكاك وسخنت الفرن تاعي مسبقا على درجه حراره 160 ما يديش وقت بزاف لو ماكسيموم 20 دقيقه يكون واجد هنا البوراك تاعي راح نغطيه باش ما الورق هنا الشوربه راهي خثارت الله الله راح نطفي عليها هذه الخبزه الاولى كانت وشتو هذه بالنسبه للخبزه الثانيه حتى هي خليتها تخمر وهذه زينتها بكمون والجنجلانيه حنا ناكلهم عادي يجي خفيف خفيف ما شاء الله يوالم يعني حتى الفطور الصباح مع الحليب يجي بنين بنين بزاف هذه الملوخيه كما تشوفوا خرجت الزيت الزيت راكم تشوفوا فيها وجوهكم ميروار ما شاء الله جات بنينه بنينه بزاف احنا راح نقسم الخبز تاعي شوفوا كيفاه جا خفيف جا خفيف خفيف ما شاء الله يعني نتمنى تجربوه ما يديش كامل الوقت وما يحتاج خلاص تعجني ولا تتعبي ويجي خفيف خفيف ما شاء الله غير بالمغرف وانت خدمتي هنا نرجع للكره تاعي اللي كنت قلت لكم نحيت كونتيتي من البطاطا اللي طيبتها للبوراك نفس المقادير فرماج ودبشه وملح وفلفل اسود لكن هذه حشيتها بالجبن الداخل راح نديرها في البيض ونديرها في الشوفان ونقليها على كمية قليلة في الزيت على نار متوسطة يعني تجي بنينة ومقرمشة اللي يحب يدير نفس الطريقة ويضيف معها صوص برونش ولا صوص غوش تجي بنينة بنينة ما شاء الله وعلى بالكم فوائد الشوفان لا تعد ولا تحصى غير كمية قليلة من الزيت في المقلة راح يتحمر وما يحبوش كونتيتي كبيرة من الزيت راح يعطي هذاك الشوفان راح يمد البطاطا تاعنا واحد القرمشة مع الجبن واحد البنة جربوه وحكموا هنا كملت قليته ودرته في الورق الماس وخليته ابار هنا رجعت للبوراك كملت قليته حتى هو وهنا كان قدم وقت الاذان وجدت طاوله الافطار تاعنا هذه الشوربه اللي قلت لكم حضرتها ما حبيتش نشاركها معكم في الفيديو باسكو درتها في فيديو من قبل في القناه اكتبوا شوربه ام جانا هي راح تخرج لكم الملوخيه كيف كيف جا كل شيء بنين ما شاء الله خبز الدار هنا ماسيدوان هذا حمص للامانه ما كنتش درت وانا شراتو امي وهذه كريات البطاطا هذو لي فروي كميه من التمر والبن الملوخيه خيارك تشوفوا الوجه تاعها زيت ميروار يعني خرجت الزيت جات تهب البنينه وحميس ومشروب وربي ورحمته ربي يتقبل صيامنا حبيت نحفزكم فقط للصيام ونجيب لكم ريحه رمضان وفي الاخير نقولكم لكم ان شاء الله يعجبكم المحتوى اللي نقدمه احبكم في الله وسلام الله عليكم